في هذا الفيديو مشاريع تخرج 8 لمتدربين نتيجة دورة التقديم التلفزيوني المستوى الثاني. نرشح منهم 8 مشاريع تخرج. المتدربة رقم 8: خلف القصف الروسي على خرسون 4 قتلى و10 جرحى، فيما تعرضت فيشغورد قرب كييف لقصف مماثل أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 30 آخرين. وتأتي هذه الهجمات وسط استمرار انقطاع الكهرباء في أغلب المناطق الأوكرانية بعد ضربات جوية روسية كانت الأكثر تدميراً على شبكة الطاقة حتى الآن. المتدربة رقم 7: شهدت إيران ضربات جديدة ضد جماعات معارضة كردية إيرانية متمركزة في العراق، والتي تتهمها طهران بالمساعدة في تأجيج الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ سبتمبر. وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر من وصفهم الإرهابيين الانفصاليين الإيرانيين في مناطق في إقليم شمال العراق، وفق وكالة فارس الإيرانية. المتدربة رقم 6: فشل البرلمان اللبناني الخميس للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية رغم شغور المنصب الذي غادره ميشيل عون منذ مطلع الشهر الحالي. ويعود هذا الفشل إلى انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه. وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعدا لجلسة جديدة مطلع الشهر المقبل. المتدرب رقم 5: قرر مالك تويتر الجديد إيلون ماسك إنهاء الحظر المفروض على عشرات الحسابات على المنصة وإعادة تفعيلها اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال ماسك في تغريدة: إن الشعب قال كلمته حسب تعبيره، وذلك بعد استفتاء أجراه عبر المنصة استمر 24 ساعة. وقبل أسبوع قرر ماسك إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق. المتدربة رقم 4: قتل 6 أشخاص وجرح العشرات في زلزال ضرب غرب نيبال. وحددت هيئة مسح الزلازل الأمريكية قوة الزلزال ب5.6 درجات على مقياس ريختر، وألحق الزلزال دمارا بالمنازل وأضرارا مادية جسيمة. المتدربة رقم 3: خلف القصف الروسي على خرسون 4 قتلى و10 جرحى، فيما تعرضت فيشغورد قرب كييف لقصف مماثل أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 30 آخرين. وتأتي هذه الهجمات وسط استمرار انقطاع الكهرباء في أغلب المناطق الأوكرانية بعد ضربات جوية روسية كانت الأكثر تدميرا على شبكة الطاقة حتى الآن. المتدربة رقم 2: نفذت إيران ضربات جديدة ضد جماعات معارضة كردية إيرانية متمركزة في العراق، والتي تتهمها طهران بالمساعدة في تأجيج الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ سبتمبر. وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر من وصفهم الإرهابيين الانفصاليين الإيرانيين في مناطق في إقليم شمال العراق، وفق وكالة فارس الإيرانية. المتدربة رقم 1: خلف القصف الروسي على خرسون 4 قتلى و10 جرحى، فيما تعرضت فيشغورد قرب كييف لقصف مماثل أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 30 آخرين. وتأتي هذه الهجمات وسط استمرار انقطاع الكهرباء في أغلب المناطق الأوكرانية بعد ضربات جوية روسية كانت الأكثر تدميراً على شبكة الطاقة حتى الآن. يفوز صاحب أفضل مشروع تخرج بمجموعة دورات إعلامية متخصصة مقدمة من أكاديمية كون للتدريب عن بعد.